أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي. وأخيراً وبعد معاناة وتوقف وطول انتظار، أعلن عن افتتاح نافذة الجواز الإلكتروني في العراق، مفاجأة سارة شغلت العراقيين والمغتربين منهم في خارج العراق بعد انتشار صور وفيديوهات توثق اللحظات الأولى لتدشين الجيل الثالث من جواز السفر العراقي وإصدار أول باسبورت إلكتروني ذات مواصفات أمنية وفنية معتمدة دولياً من الطيران المدني العالمي، بحيث لا يمكن التلاعب به أو تزويره لاحتوائه على شريحة ذكية، شريحة سيم كارت توضح معلومات تفصيلية عن حامل الجواز العراقي. عبر تطبيق إلكتروني في الهواتف الذكية يتم التقديم على جواز السفر العراقي الجديد، وسيختصر نحو 85% من الإجراءات الإدارية الورقية الكلاسيكية التقليدية القديمة المتبعة، مما يسهل على المواطن أو يسهل على المواطن الحصول على جواز في غضون يوم واحد فقط. وكل ما هو مطلوب منك هو تثبيت إلكتروني في النظام وبطاقة وطنية موحدة لاستخراجه ليختصر عليك الوقت والزمن. الجواز الإلكتروني الجديد ساهم في ترشيق بحدود 85% من الإجراءات الورقية والإدارية، وهذا عامل تبسيط بالنسبة للمواطن. ما مطلوب من المواطن هو التثبيت الإلكتروني ومن ثم جلب البطاقة فقط، ومن خلال مراجعة في يوم واحد كما تم شرحه الآن وتنفيذه بشكل عملي. خلال يوم واحد يتم إصدار الجواز الإلكتروني. ندعو المواطنين إلى عدم الاستعانة بالمعقبين، لأنه العملية برمتها هي تعتمد على هذه الإجراءات البسيطة، فلا وجود ولا دور لأي معقب في عملية إصدار الجواز الإلكتروني. خطوة موفقة لاقت تفاعل وثناء الناشطين العراقيين، وفي ذات الوقت هناك من طالب بأن تحذو مؤسسات ودوائر الدولة الأخرى، أن تحذو حذو وزارة الداخلية وجعل المعاملات الإلكترونية للتخلص من الروتين والبيروقراطية في التعامل، البيروقراطية المملة في العراق التي كانت متبعة وما تزال متبعة في أغلب دوائر الدولة. يجب تلافي كل ذلك خدمة للمواطن، وأيضا كنموذج تعمل به كل دول العالم المتطور. وهناك أيضا تعليقات وردود أفعال كثيرة تعقيبا على طريقة إصدار الجواز الإلكتروني العراقي بشكله الجديد وبالطريقة الجديدة. وباختصار كبير للوقت نبدأ بالتعليق الأول عبر بيداء مطر، تقول في تعليقها: خطوة بالاتجاه الصحيح
وفقكم الله. تعليق من مرتضى الشكرتشي يقول: يجب أن تكون كل معاملات الدولة العراقية إلكترونيا، المفروض الجواز وغير يصل إلى باب بيت المواطن عن طريق الطائرات المسيرة، شنو فرقنا عن دول العالم؟ أيضا هناك تعليق من عقيل ليقول: عقيل وساف احكي لي يرفع مرتبة الجواز بين البلدان لو نبقى بآخر الترتيب وقبلنا السودان. هناك أيضا تعليق من لوير أمير: مبروك عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية والأمة العربية لهذا الإنجاز. ملاحظة: سوف يكون إصدار الجواز خلال فترة من 3 أشهر إلى 6 أشهر حال البطاقة الوطنية بسبب عدم تجهيز الشركة بدفاتر الجواز. تعليق من إكرام جابر: الجواز الإلكتروني خطوة بالاتجاه الصحيح لتقليل الروتين والمعاملات الورقية في دوائر الدولة كافة. تعليق من عمر يقول في تعليقه: صور وتباهي وإعلام وتصفيق على شنو؟ الناس منتظرة منذ 4 أشهر جوازات ماكو خام. وين صايرة؟ بأي بلد بالعالم؟ والله نستحي نحكي بالموضوع. انطلاق مشروع إلكتروني، الرابط ما يشتغل ولا البطاقة الموحدة، الناس بالخارج، شلون الأطفال تحت سن 12 سنة شلون